مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج دروع الوطن من هنا من المواقع والخطوط الأمامية من مواقع العزة والكرامة والشرف. نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا، فأهلا ومرحبا بكم. شريطي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي. في الوقت الذي يحتفل به أبناء الشعب اليمني بالأعياد والمناسبات الوطنية الخالدة، 26 من سبتمبر ثورة الأحرار الذين قضوا على الإمامة الكهنوتية البغيضة وتخلصوا منها بثورتهم المجيدة، يواصل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة خوض المعارك البطولية والأسطورية في ميادين الشرف والفداء ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية التي تحاول بإجرامها وهمجيتها وقمعها لأبناء الشعب اليمني، خصوصا ممن لا يزالون قابعون تحت سطوتها أن تعود بثوب الإمامة من جديد، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كل الشرفاء والأحرار وفي مقدمتهم القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بفخامة المشير الركن عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الأبية الذين أقسموا على أنفسهم ألا يبرحوا مواقعهم ومتارسهم في السهول والجبال والفيافي والرمال حتى يخلصوا أبناء الشعب اليمني كافة من سرطان وخبث وإجرام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية التي أصبحت اليوم في الرمق الأخير وهي تتهاوى في مختلف جبهات القتال نتيجة الضربات القاسية والأليمة التي تتلقاها على أيدي أبطالنا الميامين. فالعيد الوطني بالنسبة لهؤلاء الأشاوس هو تحرير الوطن واستعادة الدولة المخطوفة ودحر ميليشيا الانقلاب الذي أصبح اليوم قاب قوسين أو أدنى من نهايته الأبدية. تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءك في وجه ضيوفي. يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، انت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال. ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي. تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال. هدم الشعب السجون وكور المجرمين، هدم الشعب السجون وكور المجرمين. ومضى يحمي العرينا، ومضى يحمي العرينا، ومضى يحمي العرينا، ومضى يحمي العرينا. تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظل تأتي بالمحال. وابعث الأمجاد في موكبهم وأريهم تبعا بين الصفوف. مشاهدين الأكارم، عدنا إليكم من جديد، نطوف وإياكم مشاهدين الأكارم ونتفقد المقاتلون من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا من المواقع والخطوط الأمامية في مديرية الغيل، فتابعونا في هذه الجولة الميدانية مشاهدين الأكارم. باسلا لم يقف بمدى أمالنا أو يرجو فيه،
عدنا إليكم مشاهدين الأكارم في برنامج دروع الوطن في هذه الجولة الميدانية التي نقوم بها وإياكم مشاهدين الأكارم إلى زيارة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون في الخطوط والمواقع الأمامية. مشاهدين الأكارم، ضمن هذه الزيارة الميدانية نلتقي هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف عمليات اللواء 127 العقيد محفوظ الجرادي. بداية، العقيد محفوظ الجرادي، حدثنا عن طبيعة وسير هذه المعركة التي تقومون بتسطيرها هنا في الخطوط والمواقع الأمامية بمديرية الغيل في محافظة الجوف. أولا أهلا وسهلا بالفريق الإعلامي إلى جبهة الغيل، حيث مواجهة اللواء 127 مشاة يدافع في قطاع الغيل في مسافة تقدر ب 12 كيلو من النخيل إلى المقاطع، واللواء يدافع في هذه التباب والأودية دفاعا عن الخطوط الأمامية للغيل. واللواء منذ وصوله في 2015 في إلى هذه الجبهة يدافع ومتمترس في هذه الخطوط الأمامية للدفاع عن الغيل ضمن ألويات المنطقة السادسة. العقيد محفوظ الجرادي، ماذا عن الخسائر البشرية والمادية التي تتلقاها تلك الميليشيات الإنقلابية على أيديكم هنا في مديرية الغيل؟ والله العدو بصورة مستمرة وبشكل شبه يومي، إذا لم يكن يوميا فهو أسبوعي أقل شيء، خسارة في المواجهة بالعيارات والمدفعية والطيران بشكل عام في الوادي، في وادي النخيل، في التبة أو جبل الضاوية القبضة، في التبة السود، في التبة الطويلة، بشكل مستمر من العيارات أو الطيران أو المدفعية. وقيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني يحتفون في هذه الأيام بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية، عيد 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. ماذا عن الروح المعنوية التي تتميزون بها هنا في الخطوط والمواقع الأمامية، وماذا تعني لكم هذه المناسبتين الوطنيتين؟ أولا نهنئ الجيش الوطني والشعب اليمني بشكل عام بالأعياد الوطنية. ثانيا الجانب المعنوي مرتفع جدا، من حيث أننا نحن نواصل أهداف مستمرين في تحقيق أهداف الثورتين، من ضمنها سبتمبر. نحن إلى الآن مستمرين ونحن في شهر سبتمبر الآن نحقق أو مستمرين في تحقيق أهداف سبتمبر التي لم تستكمل، من ضمنها القضاء على الإمامة والمشروع الإمامي الظلامي. شكرا جزيلا. لم يقفي في مدام علينا أو يرقفي، لم يمارس ردة المنحرفي. موكب التحرير ألفت القلوب، وتوحدنا شمالا وجنوبا. موكب التحرير ألفت القلوب، وتوحدنا شمالا وجنوبا. وفتحنا لسان العلم الدروبة، وفتحنا لسان العلم الدروبة. فلتعيش يا بلادي بعلو وسداد، فلتعيش يا بلادي بعلو وسداد، وادحري كيد الأعادي، وادحري كيد الأعادي، وادحري كيد الأعادي، وادحري كيد الأعادي. تسحق الباغي تدك الضل تاتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الضل تاتي بالمحال. قمة لم تنسى في حملة قد قامته في الشرف، روعة الحق وطهر المصحف.
مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم من جديد ضمن لقاءاتنا وزيارتنا الميدانية التي نقوم بها لزيارة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون هنا في الخطوط والأمامية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف. مشاهدينا الأكارم، يتواجد إلى جوارنا الآن العقيد علي اليتيم مساعد قائد اللواء 127 المرابط هنا في الخطوط والمواقع الأمامية. بداية، العقيد علي اليتيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ونرحبكم ونشيد بهذه الزيارة الطيبة، وكذلك في هذا اليوم الأغر وفي هذه ومن مواقع الشرف والبطولة نزف أسمى آيات التحيات والتكريم لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة المشير عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح والرئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونقول لهم نحن هنا فكونوا ثابتين، كونوا ثابتين على المبادئ الوطنية وعلى ما نحن عليه، فأما نحن فواجبنا لن نحيد عنه ولن نتراجع عنه، سواء جاء جنيف واحد أو اثنين أو ثلاثة، فموقفنا ليس له أي علاقة بجنيف. فكذلك أقول أن هذا وطن، فهنا سكبنا الدماء وهنا قدمنا الجماجم وهنا سندفع المزيد لنحرر هذا الوطن من هذه الجرثومة الخبيثة ومن الانقلاب وميليشياته. طيب العقيد علي اليتيم، قيادتنا السياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني يحتفون اليوم بالأعياد الوطنية المتمثلة في عيد 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، وأنتم مرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في مواقع العزة والكرامة، ماذا تعني لكم هذه المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوبنا جميعا؟ تعني لنا أننا اليوم نبني الجمهورية الثانية، جمهورية اليمن الاتحادي، يمن بستة أقاليم يكون فيه لا مركزية بل حكم ذاتي أو حكم محلي كامل الصلاحية. فنقول هذا يعني لنا الكثير والكثير، فنحن هنا من أجل أن نبني يمن، من أجل أن نبني وطن، من أجل أن نبني اتحاد، من أجل أن نعيد اللحمة العربية الإسلامية لكل أمتنا من أقصاها إلى أقصاها. ماذا عن الروح المعنوية التي تتمتعون هنا في الخطوط الأمامية برفقة هؤلاء الأبطال الميامين الذين يذودون عن الدين والعرض والكرامة ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية؟ أولا أقول لكم، أنتم اليوم عندما تكونوا بيننا كيف تجدون معنوياتكم؟ كيف تجدون النفسية عندكم؟ والله هذا الذي نحن فيه اليوم، وكل يوم نحن في معنوية عالية، والله لا يأتينا الغم والتراخي إلا عندما نذهب إلى البيوت، أما في الخطوط الأمامية فيأتينا معنى السعادة، المرح، الزوامل كما سمعتم، ومعنى حتى قريحة الشعر لا تكون إلا في المواقع الأمامية. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الأكارم، بهذه الروح المعنوية العالية التي تعانق السماء يسطرون هؤلاء الأبطال الميامين بتضحياتهم ودمائهم وأرواحهم الطاهرة والزكية، أروع الملاحم البطولية والخالدة هنا في الخطوط والمواقع الأمامية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية التي أصبحت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة. يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمن، طريق شقه دور يدني وعلم المرضى أن نلتني، طريق شقه دور يدني وعلم يا
يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمن. نهجنا في السير عدل وتعاون كي نرى الأرض سدودا ومداخن. نهجنا في السير عدل وتعاون كي نرى الأرض سدودا ومداخن. ليس منا خائن أو متهاون ليس منا خائن أو متهاون. الطريق انشقه جوية يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمن. امسكة مشرفة في جبين الشمس من عز منيف. عدنا إليكم مشاهدينا الأكارم في برنامج دروع الوطن هنا ضمن زيارتنا الميدانية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية بمديرية الغيل في محافظة الجوف. ونلتقي مشاهدينا الأكارم هنا أحد أبطال الجيش الوطني المرابطون في المواقع الأمامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم مرابطون هنا في الخطوط الأمامية وتدودون عن الدين والعرض والكرامة ضد فلول وأزلام الميليشيا الإنقلابية. حدثنا عن دوركم ومهمتكم الوطنية التي تقومون بها هنا في الخطوط الأمامية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرحب بالفريق الإعلامي الذي وطأت أقدامه جبال وتباب الغيل، فأهلا وسهلا بكم جميعا. نحن بدورنا في التوجيه المعنوي دائما على تواصل مع هؤلاء الأفراد بالليل وبالنهار. بالليل نرابط معهم وبالنهار نزورهم لرفع المعنويات، ولذلك نجد معنوياتهم تناطح السحاب. ونحن في هذه الأيام وقد أطلق التوجيه المعنوي ممثلة بدائرة التوجيه المعنوي في رئاسة هيئة الأركان العامة ما أسموه حملة تحرير اليمن مسؤولية الجميع. فما زلنا مستمرين في هذه الحملة بالتوعية وبالأنشطة وبلقاء القيادات وبلقاء الأفراد، سواء في الخطوط الأمامية سواء في المؤخرات، وكذلك استهداف القيادات بهذه الحملة. ولله الحمد تمر الآن الحملة بنجاح منقطع النظير، والأبطال تشرئب أعناقهم وتفرح سطورهم لتحرير إن شاء الله هذا الوطن من هذه الشرذمة الخبيثة. شكرا جزيلا. كبهم وأريهم تباعا بين الصفوف. يا طاقتنا سلمان وصلنا صنعاء نحرر أراضيها. فيده نصرت كتايبنا في العاصمة في ضواحيها في العاصمة في ضواحيها. قساجق الفزعة حقابنا دوس الحمر فوق بنزيها. طلق على الخط قبلونا لا جابحة العز ودينا لا جابحة العز. لكن الله ما عشنا إلجاء لتنصرنا بديه. وهدافنا نصر سنتنا وكلمة الله نعليه. حنا أسوق الخلا حنا لا شاب للحرب داعيه. حنا صقور الفضا حنا ما نعشق إلا عوانيه.
مشاهدين الأكارم، عدنا إليكم من جديد في برنامج دروع الوطن من هنا من الخطوط الأمامية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف. نلتقي هنا مشاهدين الأكارم أحد أبطال الجيش الوطني المرابط هنا بعربته في الخطوط والمواقع الأمامية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا وسهلا وشرفتونا. نحن هنا مرابطين في الخطوط الأمامية ضد ميليشيات الحوثي الكهنوتية الذي بغت وشردت ودمرت، وأتينا من بلادنا من أجل أن ننال كرامتنا. أما الذي باقين في البيوت حين نصل بيتحرروا معنا، أما الكرامة سننالها نحن فقط. ولا مكان لهم، وسنطهر كل شبر في اليمن من المهرة حتى صعده. وأنتم مرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية، ماذا عن الروح المعنوية التي تتحلون بها هنا في مواقع العزة والكرامة؟ المعنوية فوق الثريا، والعدو يعني مدحور وما عاد شيء مع قوة ولا عاد. اللهم أن قد في أضعف لحظاته قد استكمل جميع أسباب الهزيمة، ونحن النفس طويل والقربلة موجودة والتطهير لابد منه بفضل الله. ونهني القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ونائبه الفريق علي محسن الأحمر بالانتصارات الذي في الحديدة، في صعدة، في الملاحيط، في حرض، انتصارات عظيمة. وعندنا جاهزين رهن إشارة ونحن مستعدين أن نصل عمران ونصل سفيان ونصل إلى كهوف مران في أي لحظة. القوة موجودة والعتاد موجود، يعني ناقصين التوجيهات فقط. شكرا جزيلا. الله يوفقكم ويحفظكم. نثير الطل في الظل الوريف، يا شميم الطيب في روح الرفيف، يا عطاء الخير في قلب الألوف، اشرقي تحت سمائي يا سيوفي، وانثري ضوءتك في وجه كيوفي، وهبيهم سدة مشرفة في جبين الشمس من عز مليف، وابعث الأمجاد في موكبهم وأريهم تبعا بين الصفوف. عدنا إليكم مشاهدين الأكارم ضمن لقاءاتنا الميدانية التي نقوم بها وإياكم مشاهدين الأكارم لتفقد أحوال المرابطون من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة المرابطون هنا في الخطوط والمواقع الأمامية. نتواجد الآن مشاهدين الأكارم في مديرية الغيل في محافظة الجوف، ونلتقي هنا أحد أبطال الجيش الوطني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم مرابطون هنا في الخطوط الأمامية، ماذا عن الروح المعنوية التي تتمتعون بها هنا في المواقع الأمامية؟ الروح المعنوية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تناطح السحاب، معنويات عالية، وهم ينتظرون الإشارة من القيادة والأوامر للتقدم إلى مواقع العدو. ونحن في شهر سبتمبر، نحن هنا في هذه المواقع لتحقيق أهداف 26 من سبتمبر المجيدة. نعم. طيب حدثنا عن الخسائر البشرية والمادية التي تتلقاها تلك الميليشيا الانقلابية على أيديكم هنا في الخطوط والمواقع الأمامية. الميليشيات الانقلابية تتلقى هزائم نكراء وتتلقى يعني ضربات موجعة، كلما حاولوا أن يتقدموا إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لا يعودون إلا بالخسائر في الأرواح والعتاد والعدة. كلما يحاول أن يتقدموا لا يعودون إلا بالخسائر الفادحة. رسالتكم لتلك الميليشيات الانقلابية؟ رسالتنا لهذه الميليشيات التي تعاني والتي هي في الرمق الأخير
أن تسلم للجيش الوطني وأن يعني تسلم ما بقي من هذا الشعب ومن هذا الوطن الغالي ليرتاح الوطن وينعم الشعب بالأمن والأمان والاستقرار والحياة كما تعيش المناطق المحررة في التي يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي هي تبني دولة، دولة بمعنى الكلمة لا ميليشيات انقلابية. شكرا جزيلا. شكرا. عدنا إليكم مشاهدينا الأكارم هنا في الزيارة الميدانية إلى الخطوط الأمامية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف. نلتقي هنا مشاهدينا الأكارم أحد أبطال الجيش الوطني المرابطون هنا في الخطوط الأمامية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأنتم مرابطون هنا في الخطوط الأمامية وشعبنا اليمني وقيادتنا السياسية تحتفي اليوم بأعياد الثورة اليمنية المجيدة، عيد 26 من سبتمبر الخالدة والرابع عشر من أكتوبر، ماذا تعني لكم هذه المناسبة الوطنية وأنتم هنا في الخطوط الأمامية؟ والله إنها تزيد المعنوي عندنا وتطلع المعنوي، ولا تطلع عندنا المعنوي في وما قد وصل جبل مران. بعد ما نصل جبل مران ونقضي على هذا الشيء الدمة الخبيثة سوف نرتاح ويرتاح يمننا وسوف تطمئن القلوب كامل، وإن على هذا الوضع وعادهم موجودين فوق وجه الأرض ولا نطمن دقيقة واحدة وعادهم متواجدين. وأنتم مرابطون هنا في الخطوط الأمامية، ماذا تقول أو رسالتكم لقيادتنا السياسية وأبناء الشعب اليمني بشكل عام؟ رسالتنا لقيادتنا السياسية نحن منتظرين للأوامر للإشارة. ننطلق ننطلق لو ما نصل الجرف حق السيد هذا الخبيث. وأبناء الشعب اليمني نحن نقول لهم نحن في مواقع الشرف والبطولة، وإن نحن جاء إنهم وسوف يرتفع الظلم من فوقهم والطاغوت وحكم الكهنوت هذا السيد الإيراني المدفوع من إيران، وسوف تصبر الأمور كلها بإذن ربي. كل قلب صار يشدو طربا لعناق ضم أبناء سبا، كل قلب صار يشدو طربا لعناق ضم أبناء سبا، وعلت زغردة الأم لمن لم يعد عن شعبه مغتربا. يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، معوالي قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمن. قد تعاهدنا على أن نبتني يمن العزة والعدل معا، قد تعاهدنا على أن نبتني يمن العزة والعدل معا، فإلى المصنع والحقل إلى بذلنا المعطاء من أجل اليمن. يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، قدري دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن، معواني قاسم سيفي عشقه نصرة الحق وخير اليمني.
عدنا إليكم مشاهدينا الأكارم من جديد، ونلتقي هنا الرائد محمد النقيب المرابط في الخطوط والمواقع الأمامية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وأنتم تخوضون معارك التحرير في الأثناء هنا في الخطوط والمواقع الأمامية، حدثنا عن أهم الأدوار البطولية التي تقومون بتصديرها مع بقية زملائكم من أبطال الجيش الوطني. نعم أخي، أولا نشكركم على زيارتكم لإخوانكم الأبطال المرابطون في هذه المواقع، كما نشكركم ونشكر أقدامكم التي وطأت هذه الجبهات، جبهات العز والبطولة والشرف والفداء. نعم أخي، فالمعارك في هذه الجبهة المطلة على الساقية في الغيل قد دارت معارك كثيرة، و تكبد العدو فيها خسائر كبيرة منذ سنتين، وهو يحاول كلما هجم لن يعود إلا بنصف القوة من قوته. لماذا؟ بثبات الأبطال، بثبات أمثال هؤلاء ثابتين ثبوت الجبال، لا يهمهم، لا ينظرون إلى الوراء أبدا، وإنما ينظرون أمامهم ومنتظرين التوجيهات فقط من القيادة. فإنهم يقولون دائما ليس بيننا وبين عمران وصعدة وصنعاء إلا إشارة الأمر من القيادة فقط، بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ محمد النقيب، سمعنا من زملائك أنك تتمتع بموهبة إبداعية متخصصة في مجال الشعر والأدب، اتحفنا والسادة المشاهدون هنا في برنامج دروع الوطن الذي يقوم في جولات ميدانية إلى مختلف جبهات العزة والكرامة، اتحفنا بما لديك من مواهب وإبداعات في مجال الشعر والأدب. من الشعر، الشعر كثير، بحور من الشعر نتاجها من هنا، من المتارس والخنادق، من هنا، من جبهات العز والبطولة والشرف. فالإبداعات كثير، وهنا مبدعون كثير. من أين نتاج الإبداع؟ هو من هنا، من 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 مشاعر تتحدث. فمن ضمن الأشعار في أي مجال نأتيك، بحورة من الشعر قال: والله ما وقف ولا تخلف، ونعلن هن كف الصف بعد الصف، بانزحف على صنعاء صفوف، والجوف جيش هلف على صعده وعمران في شغف، ننسف ونعصف بل ونخصف نخصب بالعدو من دون خوف. يا بندقي وقصف، وجف عباد خامن والنجف، وشهف دماهم غف، وجحف من جماجمهم جحوف، يا ويلي من يوقف أمامي قبل تسليم القفص وضربه بسيف حنفي يلاقيها من أصحاب الصروف. وكذلك هناك الكثير من الأبيات. من آخر الأبيات: لما نرى الأبطال في الميدان، الله أكبر، رج أبراج المجوس والروس، رج والخامني تلجلج عبده يوم ضججنا الخروج. الله أكبر، رج أبراج المجوس والروس، رج والخامني تلجلج عبده يوم ضججنا الخروج، والبيت الأبيض ضج، والمجلس بادر بالحجاج ترويج، من مدرج إلى مدرج مع الحوثي يدوج. والبيت الأبيض ضج، والمجلس بادر بالحجج ترويج، من مدرج إلى مدرج مع الحوثي يدوج، وديش وجيشنا تأجج، وتتصعده عمران قد ولج، وابنا حجر في الفج، ومن حيران لا حجة تموج. وجيشنا تأجج وتتصعده عمران قد ولج، وابنا حجر في الفج، ومن حيران لا حجة تموج. والجوف قد دحر جبال الرحب، وفي سفيان درج، وفج عطاني يا نقم محرج، وجد صنعاء تروج، والعاصمة تبهج، والعاصمة تبهج وتتسرج وتتوهج وهج، تلهج وتتفجفج فرح بالشرع يهجوها وفوج. قال: الحق قد حصحص، وجند الحق يده على المقص، ثابت ومتخصص، ويقنص شلة الحوثي قناص، قد باعها ورخص لدينه، والوطن نفسه رخص، في مترسة مخلص يذيق الخصم من نارها رصاص،
واقسم بمن يختص بامر الكون لو ناكل حرص ما يوم نتملص على الجبهات لو نفنا خماص نزحف ونتقنص نلقن من لاقينا حصص من دمه من امتص ونبني بجماجم هم ناس ولا ذي قالوا ما عرب جهدي وصح وامريكا تموت وصح وامريكا تموت لا ماتت امريكا ولا عاشت بلادي ولا بقى للشعب يقود ولا بقى للشعب يقود شعار امريكي مخادع للمنادي والحرب واشنطن تقود والحرب واشنطن تقود باسم الإغاثة في التلافز والروادي وإعداد حربي بالسكوت وإعداد حربي بالسكوت وجيشنا الشرعي على قبضة زنادي حامي حماها والخبوت حامي حماها والخبوت والشرعية تحيا وتحيا يا بلادي والرافضي عبده يموت والرافضي عبده يموت والشرعية تحيا وتحيا يا بلادي والرافضي عبده يموت والرافضي عبده يموت يا الله ودهم وانعم ونعم بالرجال ونعم بالرجال ونعم بالرجال ونعم ونعم بالابطال هكذا هي مشاهدين الاكارم معنويات هؤلاء الابطال الميامين الذين يذودون عن الدين والعرض والكرامه وهم يسطرون بدمائهم وارواحهم الزكيه والطاهره اروع الملاحم البطوليه وما النصر الا قاب قوسين او ادنى وما تزال مشاهدين الاكارم تلك الميليشيا الانقلابيه تتلقى الضربات القاسيه والاليمه وهي تنهار كل يوم نتيجه معنويات وضربات هؤلاء الابطال الميامين الذين يلقنونهم اقصى الضربات الاليمه على مدار الساعه. اي شيء قدره قدر ضيوفي غير امجادي وتاريخ مشاهدين الأكارم إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج دروع الوطن حتى الملتقى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطني منزل ضيفي ليس لي بل له حق الكريم المفضل وطني وطني لم تبخلي وأنا منه فدى المستبسل إن حق الضيف قد صيرني إن حق الضيف قد صيرني فيه ضيفا وهو رب المنزل أنا منه من قديم الأزل أنا منه من قديم الأزل من أعراض